السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة نوال تي في شانيل. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وعلى خير وبخير. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة جديدة، نقترح عليكم وصفة ديال البانيه في الفرن اللي وصفة بسيطة، مكوناتها موجودين في كل بيت، كتجي سهلة وصحية احسن من اننا نديروه ونقليه. كنعرفوا الوليدات كلهم كيعجبهم البانيه ولا الدونات، ولكن ما يمكنش نديروهم دائما مقليين، ديروهم في الفرن مرة نقليوهم. الى عجبتكم الوصفة ما تنسونيش باللايكات و بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. تحضير هذا البانيه غنحتاج، بسم الله، عندي هنا ملعقة كبيرة ديال الحليب المجفف، نصف كأس ديال السكر حبيبات، ملعقة كبيرة خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، قبصة الملح، نضيف عليها مقدار كأس ديال الماء دافئ، ممكن تستعملوا الحليب، انا مستعمله نيدو. نخلط المكونات، نضيف عليهم واحد ياغورت طبيعي، نضيف البيضه، واحد بيضه بحراره المطبخ، عندي هنا ملعقة كبيرة العسل وقشور برتقالة، عندي هنا جوج معالق كبار ديال الزبدة وثلاثة المعالق كبار ديال الزيت، المائدة، واحد هنضيف واحد صاشي خميرة الحلويات، غنضيف طحين عندي 400 غرام، وغندي هذا الشيء يتعجن في العجانه. غنضيف الماء دافي الى احتاجيت ليه. العجينه خاصها تكون مرخوفه، تكون كتلصق في اليد ماشي جاريه، مرخوفه بحال عجينه ديال البريصاص او البريوش. هذه العجينه من بعد ما تعجنات شفتوا القوام ديالها كيفاش خصو يكون، تكون خفيفه وكتلصق في اليد كيف ما كتشوفوا، باش ما تجيناش، باش ما يجيش البانيه ديالنا مدقص، تكون خفيفه. غنغطيها دابا وغنخليها تتخمر وتضاعف الحجم ديالها. هذه العجينه ديالي من بعد ما تضاعف الحجم ديالها نفرغها من الهواء، نفرغها من الهواء على هذا الشكل، نرش السطح بشويه طحين، نقسمها على جوج باش يسهل عليا التشكيل ديالها. شو العجينة كتلصق باليد خفيفة، بعد ما رشيت سطح العمل بالطحين غنطلق العجينه ديالي. خاصهم ما نرقوهاش بزاف، هاد البنيه اللي كيطيب في الفرن ما كنرقوش بحال اللي كنقليوه في المقله، خاص على الاقل نخليوه في السمك ديالو سنتيم باش يجينا منفوخ شويه ومهوي. وغادي نطبع على هذا الشكل، نتوما تختاروا القياس اللي بغيتو، انا كنبغي نديرهم صغارين ونتقبوهم من الوسط، ونحطوها في طاوه مدهونه بالزيت او مفرشه بورق الطبخ،
صفيتهم في الطاوة هنا بالزيت، وغنخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم ويخمروا. دابا غندوز الكويرة الثانية، نرشو الطاولة سطح العمل بالطحين. هنا طلقت العجينة اللي بقات لي من الكريات بجوج بيهم، وغدا نزيد نشكل منها البانيه. من بعد ما اختمروا وضاعف الحجم ديالهم، غندهنهم بهذا الخليط اللي عندي فيه معلقه كبيره زبده مذوبه، معلقه زيت المائده كبيره، ومعلقه ديال العسل. كنخلطهم على هذا الشكل وكندهن بهم هذا البانيه ديالي. غنستمر هكا حتى نسالي الطاوات اللي عندي كاملين. دابا من بعد ما دهنتهم كاملين، غندخلهم الفرن مسخنهم قبل على درجة حرارة 180، يطيبوا من التحت هو الاول، عاد نشعل عليهم يطيبوا من الفوق. وهادو هما، هذا هو البانيه ديالي بعد ما خرجته من الفرن، كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيجي محمر. فقبل ما ندخله دهنته بشويه ديال الزيت من الفوق، شفتوا كيفاش كيجي؟ كيجي مفشفش. ومهوي. هو البانيه ديال الفرن ما كيجيش من فوق بحال ديال اللي كنقليه في الزيت، اللي كتقلى في المقله كيتنفخ اكثر. عاد كي قلت لكم انا درتهم صغارين، خرجت ليا تقريبا 24 حبه. الا بغيت نديرهم معمرين كنديرهم في السمك ديالهم يكون غليظ تقريبا 2 سنتيم، نفس هاد المقادير نديرهم دونات ومعمرين محشوين بالكريمه. كنديرهم عرض كبر من هكا، زعما عرض من هكا في السمك 2 سنتيم. دابا هادو غادي ندهنهم غير بالشوكولاته، بصلصه الشوكولاته، وغنزينهم وحدين، نزينهم بالعسل وكاوكاو مهرمش. داكشي علاش ما بغيتش يكونوا منفوخين، زعما غلاضين بزاف. تنوريهم لكم في طبق التقديم. وهادو هما البانيه ديالي، قدمتهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وحدين زينتهم بصلصه الشوكولاته، وحدين زينت دهنتهم بالعسل، وزينتهم بالكاوكاو مهرمش. هاد الكميه كيف ما قلت لكم خرجت لي 30 حبه ديال البانيه. الا بغيتوهم يجيو كبار، من حيث درتهم صغارين بغيتوهم يجيو كبار غيخرجوا كميه اقل. ولا بغيتوهم ديروهم بحال الدونات يعني يتعمروا، تخليو السمك ديالهم غليظ تقريبا شي 2 سنتيم، باش فاش يزيدو يخمروا يخليو زعما كيفين نقطعوهم ونعمروهم من الوسط. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها. شفتوا المكونات ديالها موجودين عندنا في الدار، وما كتطلب شي مجهود في الخدمه، وكيعجبوا الوليدات وحتى الناس الكبارين. نتمنى ان شاء الله كي قلت لكم تجربوا الوصفه وتبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء. وبالنسبه للزوار الجدد مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.